أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السنين كسد وادا ورر كابيني ما أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتاي سبسكرايب سار كميل كفرود داو ورر كيقود دنبي وهابيني ما سبدي سوكال يسوغ دب حساسي أي نوصو سعد فضلاً نلتشوك حق حساسي حليبان داهر أمين جيسو ويا ودا أولالي أو فرماجو حلكو أو قاضيو ما داما مالين داويد أو شيغي هدي فرماجو أو كلابتا مدى كرورسيغا ميسكا يسو ساري دونان موشين كدانا همده وينا وقتكي سدما دي فرماجو بريتان اللبالنسان يحي وحا صعود ورر شيغي إن حليبان داهر أمين جيسو أو ودا أولالي حلكو لوغو قاضيو فرماجو كدب ماركي أو فرماجو كنوغدي مدى كرورسيغي لوغو بنغوري يي دورو شقو في عوداهي كولانگار او لوغا بنخابيه كوحدا ايغو شوبو ايا وحا او كشيغي حلبان جيسو ان اي حلكا كقادي دونان فرماجو ولو اي سنب اوغين ان حلكاسي مر هوري لوميي اما او كدعي فرماجو او اي سو غولو جوجين دونان فرماجو هدي كهوري مادو دورو شقو في عوداهي سيد مالين دويت اي كودا واقين علي محمد جيدي داهر امين جيسو وزير حندوبي عمر فينش لول تهليل قديجة الكعسي عبد الله الشيخ حسن يكوى بدن او اي صومالي دو تقانو كوحضا ايغو شبو ايا وحا او جيسو كهر شيغي هذا الكان اني فرماجو حلكا كقاضيان هدي كن نقضة تيندادي او كسو عروضي سيدي عنوغ يرد ايو امي هشيسكي سبتمبر طواني تودبدي سبتمبر هدب داهر امين جيسو هذا الذي سمالين دويد وحاكمي داي سيدتان إذا سكت سعي بارلمان كسيح عندو كجرجرتمو إن بيجمي تجي زم بأميسك سوزارين أصلا حلك قادينا كوحدان أو أي كذلك الريحيان كوح وذا دأهي الله وشيء إن يهين وهابيين حد بدت كنوع عن جار أهان حلي بان هذا على شط وشقة استيا شاهي أن عدنا كلا جعلين كواس أو بدن كودا كيميد قابك أفر نبيعشان انتو ذا بدن وحي كلب أو عذينيان ماشي أي قضادة كهليان ما دام أي سنجرين بيل وين أو كو قبسان إيسا سيدا حد باللوغو دقن يهي قرقور يقود لابي isku soo wada duubo xilliban jeeso waxa laga sugayaa inuu farmaajo soo golan joojiyo waxaana ku taageersan go'aankaasi kooxda igu shubo oo isleh meel uu ka soo galo hanaanka doorashada xilliban jeeso ayaa si raganimo leh u sheegay inay ciqaabi doonaan la soo golan joojin doona si loogu qaado ku noqoshadii uu ku noqday September 17 September heshiiskeedii hadii kale waxa uu hadalkaasi marada dadnimo uga dhacaysa xilliban jeeso kaasi oo noqonaya وايل نيف حق الدنبه كفقتي سيكستبه ها آهاتي بريت اللما اوغا واحد عدونو مفرماجا ايا حلك لغا قاديا مروبل ايا حلك لغا قاديا لنا عكال رئيس الوزار الروبل فرصد دي اوغو الدنبه سي اوهر تالا كالين تاو رئيس الوزار الروبل كقادن كرو حلين تحيس ده هدالك كتاگن ايا لو اركار رجد كليه اي لغا ليه اي اندالك لغا بدبادي عولاد وحان الروبل كسو جيدا اندها شعبك سياسيين تايو بيش عالم كا او دمان تود اساقا او اركا فراها قوشا نواد دا ايو حسيلوني دا اما فراها بربركا دادك سياسة دا فلان خيايا ايا امين سن انتان اي كردigan تهي فرصد دي قدن بيسي او قبقبو او اه فرصدو حرير اهي او روبل هوري او سو دايعي وا فرصد دي او سلمد اهي سيدي فودو ديد اي او سياسة دا كسو غلي او غا ميد نقون كرو دادك فرقوتيرس كاهي اي رادت كا تاريخ قيد اي وناكسن كسون تن كتغا اما او غتغا ودنكا واسا هدي او غرطو او ديسا سياسة ديد كونا برارugo فلاشد بلاران اي شعبك رجبالك كدو اي حقيسا كقبان وحا اغو مهيم سن اي رئيس الوزار الروبل ماان توكو مالغشان كرو دحال سياسة ديد كيسا وحكو اول كاهي وا ان او لايي مادو كغونان ايو دي رشو او ان لبلبس لحين او كوقاتو كالين هجامينيد او سياسة دا ايو امنيغ دالكاهي سيلو ديسو كالسوني دي كبربورتي دمعي مدكرور سيجي اي مدحتوي دا كوداقاقدي اسكو سو دوان شاها حدا كالدحي مشرحين تاي قيبها كالدوان اي برشدا او يدي ديلو نباديد ابو راي وحو كو سيجيري كرا ان رئيس الوزارو اسكو موجيو هجامي او تاگن حسيلوني دا ديارنا او اح ان اوقاتو حقوق والبا او دستورك أسينا يو سمت بحنت دلك سيكستوها أهاتي مدحوينة وقتي سدما دي فرماجو أيال فيليا إنو بريت سو حاضر بارلمانك فدرالك سوماليا روبل أيا أسيغن هالكاسي لغا يابا إن أسيغن موشين لغا كينو حالة بريت بارلمانك آد أيو قصان تهي فضلا نلجوغ أو داو وربحنة ديني اغدن بي أو دقدقاهي
fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamadii diidanaa muddo kororsiga farmaajo oo ka hor yimid inay magaalada Muqdisho ka baxaan isla markaasina wacad ku maray inaysan ka bixinin ilaa shirki afisiyoni lagu laabanayo ciidanka dalka xogay ka soo horjeeda muddo kororsiga hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ugu weyn yahay farmaajo ayaa iska diiday inay ka baxaan magaalada Muqdisho sababo ku aadan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo furitaanka shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka ciidanka iyo ciidamada dawladda ayaa habeenkii ahad ahayd ku dagaalamay magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada harmaad iyo booliska gobolka Banaadir ay weerareen hoyga hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ciidanka ayaa gurmad ahaan ku yimid aaga madaxdooyadii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan ee degmada Hodan oo dagaalka uu ka socday waxaana horkacayay saraakiil ay ka mid yihiin Faarax Xasan Xaashi Faarax Jareer iyo Liibaan madaxweyne waxayna ka tirsan yihiin guudada todobaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Faarax Xasan Xaashi waa taliyaha ururka gurmad ee guudada todobaad kuwa oo ka howlgala deegaanka leego ee gobolka Shabeellada Hoose guudada todobaad ayaa la rumaysan yahay inay fashilisay howlgalkii dowladda federaalka ku doonaysay in lagu soo qabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame xoogaga ururka gurmad ee guudada todobaad ayaa haatan fariisimo ka samaystay degmada Hodan waxayna saraakiisha horkaciisa si buuxda uga hor yimaadeen inay xeryahooda dib ugu laabtaan sababo la xiriira shakiga laga sheegay inuu soo kordhay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ka tirsan senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa arbacadii sheegay inuu socdo qorshe la doonayo in lagu carqaladeeyo is-afgaradka laga gaaray arrinta doorashada isagoona guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada uga digay inay carqaladeeyaan amaba xilka ka tuuraan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kama bixi doono fariisimaha aan ka samaysanay magaalada haddii la rabo inaan ka baxno waa inay madaxda tagaan teendada afisiyone oo halkaasi uu shirka wadahadalka ka furmo ninka ku fakarayaa inaan xeryaha dib ugu laabano iyadoo aan heshiis la gaarin waa nin riyoonaya ayuu yiri Faarax Jareer dhanka kale guutada afaraad ee qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka oo diidan muddo kororsiga ayaa iska diiday inay baneeyaan goobaha ay kaga sugan yihiin caasimadda magaalada Muqdisho ciidankani ayaa tan iyo habeenkii sabtida ku sugnaa qaybo ka mid ah degmooyinka Yaqshid iyo Kaaraan kadib markii ay soo faarujiyeen fariisimihii ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Dhexe saraakiil uu ka mid yahay taliyaha guutada afaraad ee qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka Cornel Saney Cabdulle Gaab ayaa horkacaya ciidamadaasi inkastoo dowladda federaalka iyo midowga musharaxiinta ay horumar ka sameeyeen arrimaha taagan ayaa waxaa haddana muuqata in weli uu kala shaki jiro tani ayaa imaanaysa xilli ra'iisul wasaare Roble arbacadii ku baaqay in qoysaskii ka barakacay magaalada ay dib ugu soo laabtaan ayagoo nabdoon si kastaba ha ahaatee ciidamadani oo diidan in ay dib ugu laabtaan xeryahoodii hase ahaatee waxa ay hubinayaan in farmaajo oo miiska wadahadalka soo fadhiisto haddii uu samey waayane fila Soomaaliya ay ku weeraraan dhinaca kale la yaab guddoomiyaha Al-Shabaab ee gobolka Banaadir oo si la yaab la uga hadlay dagaaladii Muqdisho mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya asigoona farmaajo ku eedeeyay inuu wax kasta boobay mar haddii ay Shabaab ka hadlayso arrimaha Soomaaliya ama siyaasadda dalka waa arrin lala yaabo guddoomiyaha ururka Al-Shabaab ugu magacaaban gobolka Banaadir oo la yiraahdo Muuse Cabdi Caraale ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xiisadda colaadeed ee ka dhex taagan madaxda waqtigu ka dhammaaday ee dowladda federaalka iyo xubnaha mucaaradka ahi kuwaas oo ciidamo kala daabacsan ay dhowaan ku dagaalameen gudaha magaalada Muqdisho Muuse Cabdi oo wareysi siiyey warbaahinta kooxda Al-Shabaab ayaa eedeynta ugu weyn ee wixii dhacay dusha ka saaray madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo isagoo sheegay in wixii kala dhexeeyey ragga kale ee ka soo horjeeda uu keligii isla cararay balse waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in shacabka laga barakiciyo guryahooda xilligani oo kulayl ahi sidoo kale sargaalkan ka tirsan Al-Shabaab waxa uu qabaa in labada dhinac ee ku hardamaya Muqdisho uusan midkood wax maslaxa ahi u haynin bulshada ku nool magaalada isagoo sheegay in garab kasta uu wato danihiisa u gaarka ahi mar wax laga weydiiyey suurtagalnimada inay heshiis gaaraan dhinacyada isku khilaafay doorashada Soomaaliya maadaama farmaajo sabdiga hortagayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu yiri uma muuqato inay heshiin doonaan sababtoo ah farmaajo waxa uu aruursanayaa ciidamo uu ka keensanayo galgaduud gedo bay iyo hiiraan waxa uu ciidamadaasi u soo urursanayaa waa inuu ku dagaalamo mucaaradkuna waa fahamsan yahay oo waxay diyaarinayaan qorshayaal horleh waxayna u diyaar garoobayaan dagaal farmaajana mujaamalo ayuu ku wadaa hana u malaynin inay heshiin doonaan ayuu yiri wuxuu intaasi ku sii daray dadka reer Muqdisho waa ilbax ma aha dad la dhayalsan karo waxaa leeyahay reer Muqdishow yaa la niyad jabin dadka doonaya inay soo celiyaan sharaftiina waa taqaanaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
علن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرار قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي اد نوغو عصوب تاي مع السند.